المخرج الكبير استاذ فادي اللواند وصاحب الامل. صباح الخير يا فندم. صباح الورد، اهلا وسهلا استاذه نيفين، ازيك؟ ازيك، عامل ايه؟ اهو كويس الحمد لله. نجاح كبير جدا ونجاح ليس له مثيل حققته المهرجان في الدوره الثانيه لمهرجان الامل، حدثنا عن هذا النجاح يا فندم. اول شيء الحمد لله رب العالمين على كل شيء. طبعا احنا يعني كمهرجان الامل سعداء جدا بانه ربنا وفقنا في الدورة الثانية دي، وفعلا كان نجاح غير مسبوق على كل المستويات، من ناحية الأفلام، من ناحية حضور النجوم والأسماء الكبيرة اللي كانت حاضرة في المهرجان، من ناحية الفكرة سينما بلا حدود من روح الاتحاد الأوروبي. فكل الأجواء العامة بتاع المهرجان كانت محققة نجاحات كتير كبيرة بفضل الله. الأسماء الكبيرة اللي شاركت مع حضرتك في المهرجان، شفنا أسماء لامعة جدا كانت موجودة، وفكرة البرنامج، فكرة المهرجان الإنسانية اللي حضرتك تطرقت ليها. طبعا طبعا احنا لابد نشكر ونشكر الاسماء الكبيره من النجوم والمفكرين والفنانين وحتى ابطال التحدي اللي هن اصلا اسس المهرجان من اجلهم. هدول هن نجوم مهرجان الامل بالدرجه الاولى. بدي اشكر اولا وجه تحيه وشكر كثير كبير لكل ضيوف المهرجان اللي حضروا، ولكن في عندي البطلة دميانا ميخائيل، الشاعرة دميانا ميخائيل اللي جات ونورت مهرجان الأمل في افتتاحية المهرجان في روما. وعايز أشكر عزة عدلي برضو، البطلة الكبيرة عزة عدلي اللي هي حققت برضو أحلامها وطموحاتها النهاية توصل للمنصات العالمية من خلال التحدي والإرادة الصلبة في النجاح وفي التقدم وفي تحقيق الأهداف. وعندي البطل الكبير سفير الطفولة الشاب مهند عماد برضو من مصر. أشكركم جدا جدا يا أبطال. وعايز أشكر طبعا النجم الكبير الدكتور يحيى الفخراني الرئيس الشرفي للمهرجان، وأستاذة الفنانة إلهام شاهين، والفنانة ليلى علوي، والأستاذ أحمد بدير، والمخرج الكبير أستاذ هاني لاشين وزوجته مدام رشا، والفنانة اللبنانية الكبيرة كارمن لبوس، والفنان اللبناني النجم سعد حمدان، والأستاذ الفنان المحترم أستاذ محمد المنصور من دولة الكويت، وكل من شاركنا في هذا المهرجان ومن أبدع في إنجاح هذا المهرجان. أستاذ فادي، الأفلام اللي فازت في هذا المهرجان، يعني من ضمن الأفلام اللي فازت فيلم الفنان الكبير أحمد بدير اللي هو رواية قصيرة كانت تقريبا. أيوة صحيح صحيح، فيلم موعد حياة الفنان الكبير أحمد بدير، فيلم رائع جدا، يعني فنان قدير وعبقري تمثيل، وهو شخصية محترمة جدا ورائع ودمه خفيف جدا جدا، وفيلمه كان يعني يستاهل التكريم والتقدير، واتوقع له كمان جوائز تانية ان شاء الله في المستقبل. يعني الفيلم بيستاهل بصراحه. وفي افلام اخرى فازت عندي، الفيلم الروائي الطويل من الجزائر، فيلم اسمه حليم الرعد، حليم الرعد برضو الفيلم كسب افضل فيلم، والبطل الفيلم كسب افضل ممثل، وبطله الفيلم افضل ممثله. وفاز فيلم مصري برضو جميل جدا جدا اسمه رحمه، شورت فيلم يعني فيلم قصير برضو، يعني بطلة الفيلم هي برضو من أبطال التحدي، واللي قدمت مادة سينمائية عبقرية بصراحة في الفيلم، تستاهل عليه جائزة أفضل ممثلة. وعندي فيلم إيطالي كمان كسب جائزة، كمان البطل الفيلم من أصحاب التحدي. وكنت أنا سعيد جدا بكل الأفلام اللي شاركت حقيقة، وبكل النجوم اللي حضروا والجمهور اللي حضر، والرحلة الضخمة اللي قمنا فيها بثلاث دول أوروبية، بست مدن أوروبية بثلاث دول، إيطاليا فرنسا وإسبانيا، وختمنا. بدك نحكي هلا على الختام ولا أنت بدك تسأليني؟ يا ريت يا ريت. لا طبعا. لا أنا طيب تمام أوكي. طبعا نحن حفل الختام كان مميز ومتميز جدا جدا، لانه قررنا نحن كاداره مهرجان الامل انه مهرجان الامل يكون متميز ومنفرد
عن جميع المهرجانات بكل شيء، إن كان بفكرته الإنسانية أو بأفلامه أو بنجومه أو بطريقة عرضه أو بطريقة طرحه للجمهور. فلذلك قررنا إنه نعمل حفل الختام في مدرسة في مدينة باليرمو اللي هي عاصمة صقلية في إيطاليا، مدرسة لأصحاب الهمم أو ذوي الهمم أو أبطال التحدي من الإيطاليين، وكان حفل الختام مشهود له بالنجاح، وكانوا سعداء ضيوف المهرجان، وحتى رواد المكان يعني أبطال التحدي كانوا سعداء بوجودنا، وكان يعني حدث عظيم بصراحة، إنساني عظيم وفني راقي، وما كان حدا عامل مكياج ولا كان حدا لابس سواري ولا كان حدا مننا حاطط براسه إنه نحن نعمل يعني مثل ما بيعملوا مهرجانات أخرى. طبعا لأنه التميز تبع مهرجان الأمل هو إنه مهرجان إنساني بالدرجة الأولى، طبعا يعني نحن قادرين نعمل الريد كاربت من البداية للنهاية. قادر كان عندي مسرح، قدم لي مسرح الباخرة كوستا فيرنزي، من أجمل وأروع المسارح في العالم، هو شكله مثل دار الأوبرا. كنت قادر أعمل عليه حفل الختام، وأخذته واستأجرته وحضرته ودعينا الناس وكل شيء، ولكن في اللحظات الأخيرة قررنا إنسانيا إنه نتعامل هي مع الفكرة المهرجان. كمان في حد ذاتها، يعني شفنا الفنانة إلهام شاهين منزلة صور ليها جوه المدرسة دي وحضرتك، صور كتيرة جدا، لكن الفكرة نفسها إن أنتوا تتواجدوا الصبح مع الولاد وإن أنتوا تقعدوا معاهم وتاكلوا معاهم وتقضوا اليوم معاهم، دي فكرة إنسانية بحتة طبعا. الحمد لله، واحنا برضو زرعنا شجرة الأمل في كنت لسه هقول المدرسة هناك. لحضرتك عليها، اتفضل. أيوة، فشجرة الأمل دي طبعا برضو ابتكار وفكرة جديدة علشان تفضل ذكرى للناس بعد ما نمشي احنا كمهرجان سينمائي إنساني، هم واهديتوها كمان يفتكروا. لروح الفنان الراحل هشام سليم. الله يرحمه طبعا، أكيد، وقرينا الفاتحة كلنا على روحه، ويعني عمل كبير جدا، عمل إنساني كبير جدا في كل الحاجات اللي تخدم الإنسانية، من كم من فن ولا ثقافة ولا كان إنسانية ولا إبداع ولا كل حاجة، الحمد لله. أكيد أكيد. أستاذ فادي، هيفضل مهرجان الأمل متميز بأن هو يعني يسير على نفس النهج أن هو خاص بأصحاب الهمم؟ أكيد، هو أسس من أجل شخصية، أنا حكيت بهذا الموضوع معك قبل وبرجع بكرر، إنه مهرجان الأمل تأسس من خلال تجربة شخصية أنا معي مع أحد المقربين مني بالبيت يعني، وكانت تجربة ناجحة، وهو اللي خلاني حقيقة يعني فكر كيف نقدر نقدم، نحن كفنانين نقدر نقدم ونضوي على قضايا هذه الناس المهمة اللي هن نحن منهم وهن مننا. ففعلا حقيقة يعني أنا سعيد سعيد جدا ومبسوط وفرحان بفضل الله إنه كل الناس طلعوا من المهرجان عم بيقولوا فادي عمل مميز ومتميز، الحمد لله. جدا جدا يا استاذ فادي، فعلا احنا بنحييك على هذا التميز، ان فكره ان احنا نعمل حاجه لاصحاب الهمم مهرجان خارج مصر، الناس كلها فرحت فعلا، يعني عزه فرحت ومهند ودميانه من الناس اللي لو حضرتك بتشوف صور اللي بتنزلها عزه، فخورين فعلا ان احنا القينا الضوء وسلطنا الضوء على ولادنا اللي المفروض ان احنا نعاملهم بنفس المعامله وقدر كبير من الاهتمام. أكيد، ولسه لسه الطريق طويلة قدام مهرجان الأمل، والأفكار الجديدة جاية، والدعم إن شاء الله بيبقى أكبر من كده بإذن الله. أنا أنتجت المهرجان ده إنتاج شخصي صراحة، يعني ما كانش فيه دعم من فاينانشال سبورت من أي مؤسسة ولا أي شركة راعية ولا أي حاجة. إحنا عندنا إيمان كبير إن إحنا بنعمل حاجة فعلا مهمة، وهتلاقي الدعم إن شاء الله في المستقبل القريب يعني بإذن الله. أكيد أستاذ فادي، أنا بشكرك جدا وربنا يوفقك دايما ومع دايما أصحاب الهمم، بشكرك. ميرسي جدا نيفين، مع شكرا. السلامة، ميرسي جدا، الله.